صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني والتنسيق خالد جاص، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، ومني لكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، أطيب التحيات. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. لنبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين. إصابة شاب واعتقال آخرين خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس قبل قليل. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ. ووزارة التربية والتعليم في القطاع استئناف دوائر الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ورياض الأطفال منذ صباح يوم غد الاثنين. وجماهير غفيرة تشيع الشهيدين سائد مشي وعدنان الأعرج في نابلس وبلاطة. ومسيرة في رام الله نصرة لغزة ودعما للمقاومة. إلى التفاصيل.
أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن المقاومة دخلت معركة ثأر الأحرار وخرجت منها موحدة وقوية كالبنيان المرصوص، وكتبت ملحمة جديدة في الثبات والتضحية والبطولة. ونقول للعدو الجبان: نحذرك من العودة لسياسة الاغتيالات، فسيفنا لم يغمد وأيادينا على الزناد، وإن عدتم عدنا. وأوضحت الغرفة المشتركة في بيان لها عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء يوم أمس السبت بأن المقاومة أفشلت بصمودها ووحدتها وقتالها المشرف مخطط العدو الغادر وجريمته القذرة، وأثبتت أنها الأقدر على التحدي وأن كيد العدو باطل وأن اغتيالاته كانت وستكون لعنة عليه حتى يندحر عن أرضنا بإذن الله. أيضاً أكدت أن هذه المعركة هي صفحة جديدة من صفحات المجد لشعبنا وشهدائه ومقاومته، وستظل أيضاً المقاومة عند حسن ظن شعبها، وستكون دوماً حاضرة ومتأهبة سيفاً ودرعاً للوطن والشعب والمقدسات في كل ساحات الوطن وجبهات المواجهة. ومباشرة اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي الصحفي من مدينة غزة سعيد الطويل. يسعد صباحك سعيد وأهلا بك. صباح الخير لكم ولأهلنا جميعنا، جميع السادة المشاهدين والمستمعين، تحياتي لك. سعيد الحمد لله بداية على سلامتكم، ويعني كيف الأوضاع اليوم؟ يعني في هذا اليوم دخل وقف إطلاق النار في حيز التنفيذ منذ صباح هذا اليوم، تفاصيل المشهد كانت قاسية، وتفاصيل هذا العدوان الذي استمر لخمس أيام على قطاع غزة القطاع الحبيب، كيف تبدو الأوضاع والصورة الآن لديك؟ يعني صراحة أول حاجة بنقول صباح الخير لغزة، وصباح الخير لكل أهلنا في غزة وكل أهلنا في فلسطين كلهم، الحمد لله على سلامتهم بعد خمس أيام كانت صعبة جدا من المقارعة ومن الضربات ومن القصف ومن الدمار ومن الفجور اللي حصل على ضد أهلنا في غزة، على البيوت الآمنة اللي كانت تتنام وتصحى أشلاء، وعلى الناس اللي كانت ما تتوقع أنها أصلا تصحى، وعلى عدم الأمان اللي كان موجود في غزة، وعلى 33 شهيد اللي فازوا بهذه الجولة واللي وصلوا نهاية السباق عن الحياة بارتقاء مشرف وجليل. يعني وحاول البعض أنه يحاول يلحق فيهم، لكن هذا قدر الله، لكن شعب غزة اللي بات يعني يتعود على مثل هذه التصعيدات الإجرامية، وهذا القصف بين يعني كل فترة وفترة، وكأن غزة يعني هي محور الإرهاب في العالم، وهي بالعكس هي بقعة صغيرة تحب الحياة وتحب السلام وتحب أن تكون في ثوب متميز يدعو الآخرين إلى جلب السعادة والهدوء والسلام، لكن عندما يعتدي عليك أحد فلا بد أن تكون يعني تواجه هذا الاحتلال الذي يقتل بشكل يومي أبناء شعبنا في الضفة وفي غزة. غزة التي قدمت 33 شهيد وأكثر من 100 جريح، وهدم أكثر من 30 منزل، يعني باتوا هذه الأيام في الشوارع وعند أقاربهم وأصبحوا بلا مأوى. هذا العدو الذي قتل أطفال ونساء هو يعني لا يرتكب مجازر فقط كما يدعي بحق يعني قادة المقاومة فقط، لا، هو قتل هذا ضعف يقتل أبنائهم وأطفالهم ونساءهم وحتى جيرانهم يتضررون ويقصفوا ويقتلوا دون أي وجه حق ودون أي ذنب، يعني سوى أنهم فلسطينيون يعيشون في غزة. نعم سعيدة، ماذا عن الإصابات؟ يعني سجل عشرات الإصابات. نعم. خلال هذا العدوان، هل نهاية صباح هذا اليوم هل يوجد هناك أي إصابات خطيرة؟ وأيضا ماذا عن الإصابات؟ نعم، يعني احنا كنا على تواصل، احنا روحنا بالأمس على وجه الفجر تقريبا، كنا
كنا بنتبع، لأنه على مرات سابقة كان في ممكن يكون في اختراقات لهذا التهدئة وهذا العدو ماكر. فكنا موجودين في مستشفى الشفاء وساعدنا على بعض الإصابات، والحمد لله في إصابات خطيرة، لكن الخطيرة مش خطيرة جدا، سوى إصابتان فقط حسب وزارة الصحة الفلسطينية، أنه في إصابتين خطرات موجودات حتى هذه اللحظة بتلقوا العلاج، لكن العلاج أنت بتعرف أنه غزة مش علاج يعني بيكون بالجودة المطلوبة لإنقاذ حياة مصاب موجود يعني في غزة وفق الإمكانيات المتاحة بسبب الحصار الموجود على غزة. لكن حتى أنه كانت المعابر مغلقة، والكل بيعرف أنه الخمس أيام هاي لو زاد الحد كان تعطلت خطوط الكهرباء أو توقفت بشكل كامل، لأنه صارت تعمل نص الطاقة الموجودة. والأدوية والعلاجات اللي بتدخل إلنا بشكل يعني بديش أحكي أسبوعي، بس بشكل على الأقل شبه شهري، كانت لو طولت هاي الجولة ضد غزة أكثر كان برضو سبب كارثة صحية. وفعليا كان في كارثة صحية موجودة بدت أو كارثة طبية في غزة. نعم. أيضا سعد، يعني من هنا كنت أود سؤالك، يعني ما الذي يعني إغلاق المعابر لخمسة أيام وإذا استمر لي اليوم السادس أو لأيام يعني قادمة منع إدخال الوقود، كيف بأثر على الحياة؟ أول شيء بتأثر جدا جدا على الحياة طبعا. أنت لما إحنا شوف إحنا شعب مرتبط في الاحتلال بكل تفاصيل حياته اليومية، وإن كنا نقارع هذا الاحتلال لكن إحنا التفاصيل اليومية الموجودة لها علاقة بالاحتلال بشكل أو بآخر، لها علاقة بمعابر والتوقيت والبضائع اللي بتدخل والعمال اللي بيشتغلوا في الداخل المحتل. فإغلاق المعبر خمس أيام معناته كتير بضائع يومية كانت تدخل على قطاع غزة ما بتدخل، وبالتالي هذه الإجراءات عقابية بتأثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الفلسطيني، وبتأثر على حركة البيع والشراء اليومية اللي بتتم، وبتأثر أيضا على تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا المحتل بيعرف أنه أنا لما بضغط عليه بهذه الجوانب بده يستسلم، هيك بعتقد هو. لا يا عم، إحنا لو قعدنا كمان، وإحنا جربنا أهل غزة لما صمدوا 51 يوم في الحرب الكبرى في 2014، الموضوع نهائيا ملوش علاقة بكسر شوكتنا أو له علاقة بأنه يعني ننزل من عزيمتنا، لا. بس إحنا هذه رسالة كمان للعالم أنه ينتبه شوي إلنا. نعم. يعني سعيد، أيضا كانت قد قالت وصرحت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكالبي يعني عزمهم عن تزويد غزة بالأدوات والمستلزمات الطبية. نعم. هل من تفاصيل؟ نعم، هذا في بداية العدوان، هذا التصريح صدر فعليا عن الدكتورة مايكيلا وزيرة الصحة الفلسطينية. لكن كيف ستدخل هذه المساعدات؟ يعني هي صرحت مشكورين، وإحنا ناس وحدويين في النهاية، وما بنعتبر إحنا والضفة وغزة ورام الله كلنا يعني أبناء وطن واحد ورئتين، ما بنفعش رئة منهم تسكر لأنه رئتين الوطن إحنا. لكن في المقابل احنا بنحكي وبكل وضوح انه يعني كنا طالبين اكثر دعم معنوي اكثر من هذا الدعم اللي احنا عارفينه مش حيصل، لانه بسبب تعنت الاحتلال وبسبب اغلاق الاحتلال على المعابر لنا عتب وهمسا كنا نتوقع انه كثير يكون في او بشكل اوسع واكبر، انه يكون في تضامن من اهلنا في الضفه حبتنا وتاجر وسطنا واللبنان، بنكن لهم كل احترام وتقدير، احنا شعب واحد اكثر، كان المفروض الحاله التضامنيه تكون بشكل اوسع، خاصه انه الجرح واحد والجرح بالكف. لكن بالنسبه لاي مساعدات هي لم تصل فعليا، لانه معبر فتح يعني الخمس أيام الماضية مسكر المعابر تماما. لكن لم يكن هناك أي نقص صحيح في المستلزمات الطبية؟ لم يتم، عفوا إيش؟ لم يكن هناك أي نقص في المستلزمات الطبية في المشافي في قطاع غزة؟ لا طبعا في نقص، لا في نقص طبعا. أنت تتوقع أن يكون حالة طوارئ تعلن ونقاط طوارئ جديدة ومستشفيات فاتحة وأقسام فاتحة ومصابين أكثر من 33 شهيد وما يكون في نقص؟ بالتأكيد بده يكون في نقص، هذا الأمر طبيعي، لأنك أنت مش يعني غير مستعد كنت لحدث يصير عندك والناس نايمة وما يكون دول عظمى بيصير فيها اهتزاز في الإشاعات في هذا الزاوية والتحديد. نعم. يعني سعيد، أنت بوجودك في الميدان خلال هذه الأيام شاهدنا الكثير أيضا من الصور والفيديوهات لأهلنا في قطاع غزة اليوم وفي صباح هذا اليوم، ماذا يقول أهلنا في غزة؟ يعني أول شيء بدنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أيام عصيبة قد عشناها، ذقنا فيها مرارة الانتظار ومرارة الفقد ومرارة وجع
بعد ارتقاء سلة من أبناء غزة التي نحبهم ويحبونا. نقول لأهل غزة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نقول لأهل غزة اصبروا وصابروا فهذا وعد الله. يعني نحن في أرض رباط وفي رباط ليوم الدين مصيرنا إن شاء الله، ووعد الله زوال هذا الكيان وزواله حتمية قرآنية. نقول لأهل غزة اصبروا وصابروا أكثر، فوالله إنكم تحبوا الخير وتحبوا السلام ولا تحبوا يعني أن تكونوا بغير هذا الموضع، لكن إذا فرض عليكم نقول اللهم اربط على قلوبكم وأن تبقي غزة عزيزة شامخة كما الضفة الغربية وكما أهلنا في 48. يعني صراحة نقول خالص عزائنا وإن لله وإن إليه راجعون لكل عوائل الشهداء الذين يعني سيفتحون أول أيام العزاء هذا اليوم. يعني تخيل تتجدد الأوجاع مجددا بعد 5 أيام، لا يوجد بيوت عزاء كما تعلمون أنه في غزة. هذا يعني ما بينفع لأنه فيش حركة نهائيا، فبيوت العزاء تفتح بعد انتهاء الحرب أو انتهاء جولة التصعيد. فبالتالي اليوم هي أول أيام استقبال المعزين، تجديد جرح جديد من قبل الأهالي. اليوم سنزور الجرحى في المستشفيات، سنكون نساند أهلنا الذين هدمت منازلهم. تخيل زميلتي هديل أنه 100 نفر موجودين في منزل واحد، منزل أم هادي الزعانين في شمال قطاع غزة، هدم وأصبح 100 فرد بلا مأوى. يعني احنا الموضوع ممكن نستسهله ونحكي فيه والله انهدم بيته، لا، المال معادل الروح كمان. لما 100 فرد فجأة باتصال يقول لك معاك 3 دقائق، اللي بده ينزل من الطابق الخامس بيلحقش. بالتأكيد اللي بده ينزل من... نعم. إذن الرحمة لجميع شهدائنا في قطاع غزة وأيضا في فلسطين كافة، والشفاء لجرحانا، والحمد لله على سلامتك وسلامة أهلنا في قطاع غزة. سلاماتنا وتحياتنا الحارة لأهلنا في قطاع غزة. إذن إلى هنا اسمح لي أود شكرك الصحفي من قطاع غزة سعيد الطويل، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. إذن وأيضا من غزة، ماذا قالت سيدة فلسطينية بعد قصف الاحتلال لمنزلها في قطاع غزة يوم أمس وكان يأوي عشرات الأفراد في القطاع؟ لنشاهد. الجرح بقي ينزف، وحتى مدينة جنين، وبيوم الأمس استشهد الشاب أحمد محمد تيسير عطاطرة والذي يبلغ من العمر 33 عاما متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال على حاجز ريحان العسكري جنوب غرب جنين. وقالت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز ريحان العسكري قرب مستوطنة شاكيد المقامة على أراضي قرية طورة أطلقوا النار على الشاب عطاطرة عند مروره على الحاجز، وكان يقود دراجته الهوائية، وأصابوه بجروح خطيرة وتركوه ملقى على الأرض إلى أن ارتقى شهيدا. وأضاف أيضا أن جنود الاحتلال منعوا سيارات الإسعاف والمواطنين ممن تواجدوا في المنطقة من الوصول إلى الشاب وتركوه ينزف على الأرض. وقد زعمت قوات الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية طعن. إذن وأيضا في مقابلة صحفية وبعد ارتقائه على حاجز طورة، والدة الشهيد أحمد عطاطرة، كل الناس بتحبه عمره ما أذى حد. لنستمع إلى ما قالته.
الله يرضى عليه، الله يرضى عليه. أحمد حبيبك تصبي عن جيرانك. أحمد كل الناس، كل الناس بتحبه، ما بيأذيش، ما بيأذيش حدا، دائما بس بحاله. الله يرضى عليه، الله يرضى عليه، بس بكل الله يرضى عليه، الله يرضى عليه. بعمره ما أذى حدا ولا بزعل حدا. بحب اخوته، بحب اهله كلياتهم، كنه يبني يعيش زي هالشباب ويفرح زي هالشباب. كان بكل نفسي هيك اتجوز ويصير عندي اولاد زي هالولاد. بكيت اقول له بس اخلص لو لاخوتك بدي ابني لك واجوزك انت كمان، بس شد حالك على الحياه وصير نشيط، ضلك نشيط. عمري ما اذى حدا. إذن وبارتقاء الشاب عطاطرة ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة إلى 151 شهيدا، من بينهم 33 شهيد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأيضا في مدينة نابلس شيعت جماهير غفير عصر يوم أمس الشهيدين سائد جهاد شاكر 32 عاما وأيضا الشهيد عدنان وسيم يوسف الأعرج 19 عاما اللذين ارتقيا صباح يوم أمس برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا واتجه إلى مخيم بلاطة وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشهاد الشابين سائد جهاد شاكر مشي وأيضا الشاب عدنان وسيم يوسف الأعرج وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة صباح يوم أمس، حيث حاصرت منزلا ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان. إذن وأيضا من الأخبار الميدانية، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا عقب اقتحامها قريتي زبوبة ورمانة غرب جنين. وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أيسر أحمد من قرية رمانة، وذلك عقب اقتحامها للقرية وقرية زبوبة. كما أيضا قامت بنصب حاجزين عسكريين عند مدخلي القريتين وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. وأضافت أيضا المصادر بأن قوات الاحتلال انتشرت بين كروم الزيتون وفي محيط المنازل في قرية رمانة. إلى ملفنا الآخر لهذا اليوم، مختارات من الصحف العبرية. واسمحوا لي مباشرة أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ. يسعد صباحك وأهلا بك. أسعد الله صباحك وكافة السادة المستمعين والمتابعين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. تحياتي لك أستاذ إبراهيم. أبرز ما جاء من عناوين في الصحف العبرية لهذا اليوم، خاصة بعد يعني وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ منذ مساء يوم أمس، تفضل. بداية نبدأ بما ورد على لسان الناطق باسم جيش الاحتلال عن انسحاب قواته من نابلس بعد اعتقال مواطنين اثنين وصفهم بالمطلوبين.
نذهب إلى ما ذكرت آنفا، هارتس العبرية وبقلم الكاتب عاموس هرائيل، قال إسرائيل واجهت صعوبات في كيفية إنهاء الحرب على غزة ولجأت للوسيط المصري حتى يقوم بإنقاذها، والجولة الأخيرة من الرشاقات قبل إعلان وقف إطلاق النار تشير بأن الكلمة النهائية لم تكن لإسرائيل. أيضا على صحيفة هارتس أيضا الساحر أردوغان يتعاهد اليوم يخوض انتخابات بعد 20 عام، وسيشارك في هذه الانتخابات 64 مليون ناخب سيقررون مصير تركيا، مما ينعكس على العلاقة الإقليمية فيما بعد. وننتقل أيضا فيما ورد على صحيفة معاريف العبرية، نتنياهو قدر أن تكون هذه الجولة قصيرة والأهداف التي أعلنها وإعادة الردع أن تتحقق، لكن ذلك لم يكن. وأيضا ما قالت صحيفة يدعوت أحارونوت فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، إنجازات حقيقية لكن سكان الغلاف لا زالوا ينتظرون الجولة القادمة. وفيما نختم بما كان من على موقع ولا نيوز، المستوطنون في بيروت يقولون بأن المرحلة القريبة قادمة بلا محالة، وهذا ما تعودنا عليه. نعم، إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. شكرا لكم. إذا انسحب جيش الاحتلال من مدينة نابلس بعد أن اقتحمها بقوات كبيرة من الجنود صباح هذا اليوم، وقالت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس من عدة محاور وحصرت أحد المنازل قبل أن تنسحب من البلدة. وذكرت أيضا مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حصرت منزلا في البلدة القديمة واعتقلت مواطنين، كما اندلعت مواجهات في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال. وذكر جيش الاحتلال بحسب تصريحاته أنه اعتقل الشابين إياد التكروري ومصعب مظهر، والذي يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار على الجنود في حوارة، وأيضا أنه صادر قطعة سلاح كانت بحوزتهما. وقال الهلال الأحمر في مدينة نابلس إن طواقمه نقلت إصابة اختناق بالغاز إلى المستشفى الوطني، بينما أفادت وزارة الصحة بإصابة واحدة برصاص الحي في الأطراف السفلية وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس. وأيضا أعلنت وزارة التربية والتعليم في المدينة عن تأجيل الدوام في محيط البلدة القديمة حتى تمام الساعة 9 صباحا. أيضا من الأخبار الميدانية لهذا اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة طمون جنوب طوباس، وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودي بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبود هزاع بني عودي 20 عاما أثناء مروره على حاجز عسكري شرق بلدة طمون. الأخبار الميدانية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حسان غرب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت في منطقة المطينة عند المدخل الشرقي للقرية. أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق.
وأيضا من مدينة رام الله شارك المواطنون في مسيرة وسط مدينة رام الله مساء يوم أمس السبت، دعت لها الحركات الشبابية والقوى والفعاليات الوطنية وفاء للشهداء والمقاومة ونصرة لأهالينا في قطاع غزة في ظل تصعيد عدوان الاحتلال على القطاع حتى 5 أيام. وصدح المشاركون في الوقفة التي بدأت على دوار مدينة رام الله وسط مدينة رام الله شعارات للمقاومة الفلسطينية والوحدة الوطنية لكافة الفصائل الشعبية، ودعوا أيضا إلى إنهاء الانقسام فورا إلى جانب وقف التنسيق الأمني. لنتابع. موت ولا لما ذليه، موت ولا لما ذليه، ولما تشوف الشظايا، لما تشوف الشظايا يا جماهير دوري دوري، يا جماهير الأرض المحتلة طورت منطقة جديدة من درك الشعلة. رسالتنا اليوم واضحة، الشعب الفلسطيني كله موحد في هذه المقاومة، الشعب الفلسطيني في كل أنحاء فلسطين مع أهلنا وشعبنا في غزة الذين يخوضون هذه المقاومة الباسلة. إسرائيل فشلت في تجزئة الساحات كما كانت تحلم، وفشلت في الاستفراد بقوة دون الأخرى، واليوم تفشل في هجمتها على الفلسطينيين. المقاومة الفلسطينية الباسلة تتصدى لإسرائيل كما يجب أن يكون التصدي، والشعب الفلسطيني بأسره مقتنع قناعة عميقة اليوم بأنه إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، ولن تردع إلا بالمقاومة على الأرض وبفرض العقوبات والمقاطعة. يعني بتقديري المطلوب هي الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية هي أساس هاي المرحلة، وبالتالي الوحدة الوطنية مطلوبة ميدانيا ومطلوبة على المستوى السياسي. لن يوقف هذا العدوان ولن يزيل هذا الاحتلال إلا الوحدة الوطنية. هذا الدم النازل بغزة يحتاج إلى أن نتعالى على كل الجراح وأن نغلق هذه الفجوة التي يعني باتت طويلة. وبالتالي يعني الرسالة الأكيدة والأساسية للشعب الفلسطيني ولكل قوى أن سارعوا بإنهاء هذا الانقسام حتى نستطيع أن نكون معا من أجل وقف هذا العدوان مرحليا وإنهاء الاحتلال استراتيجيا. هذه وقفة إسناد لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة لإعلاء الصوت، لعل يسمع المجتمع الدولي ويدين العدوان السافر والآثم على أهلنا هناك. أن هذا هو صوت الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية الذي يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني. في ملفنا الأخير لهذا اليوم، في ملف الأسرى، شارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية أمام مسجد أبو بكر الصديق في مدينة يباقة الغربية بإراضي الداخل المحتل للمطالبة بإطلاق سراح الأسير المريض وللدق المصاب بمرض السرطان. وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الحركة الوطنية الأسيرة في مناطق 48 في الداخل المحتل وعائلة الأسير دقة، وهي تندرج ضمن سلسلة نشاطات ووقفات مطالبة بحرية الأسير. وأيضا رفع المشاركون في الوقفة صورا للأسير وللدقة ولافتات مطالبة بإطلاق سراحه، وإذ كتب على بعض منها حرية الأسير وللدقة مطلبنا والحرية لوليد دقة وأيضا أنقذوا وليد دقة. وردد المشاركون هتافات وطنية وحملوا السلطات الإسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة. لنشاهد هذا الفيديو معنا. خلص حكمه يا خبطيش، يا حكومة، يا فاشية، يا عديمة الإنسانية،
وليد حيوا 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 وليد. إذن أخيرا مستمعينا ومشاهدينا إلى حالة الطقس لهذا اليوم وليوم غد، بحيث اليوم توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافيا ربيعيا معتدلا، ويطرأ أيضا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبحيث يكون الجو يوم غد الاثنين غائما جزئيا إلى صاف وحار نسبيا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، من إخراج التلفزيوني والتنسيق خالد نجاسة، من الهندسة الإذاعية محمد ريان. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين، صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى إتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا.